وهلأ شو رح تعمل؟ لساتك ناوي توقفني؟ ما في أي تهمة ضدك، حتى دلائل ما في، وكأنه كل الدلائل اللي بتدل على وجودك بالبيت اختفت. تقصد انه انا ورا هالشي؟ ما بعرف، وليش لا؟ رجاء كرمال الله بلهالحكي. انا اصلا فاتح جبهة على آل سينانير، ليش لحتى عامل هالشي وخبيه؟ بالعكس انا كنت بخليه ينكشف. وبركي انت عم تساعدني هلا لانه فاتح جبهة عليهم. وليش لحتى اعرض حالي للخطر؟ شو انا غبي؟ شو رح استفيد؟ والله انا في ببالي اكثر من سؤال من وقت اللي فرحات انقتل. ليش كل ما انفتح باب بيطلع قدامي باب جديد؟ كرمال الله، طالما هذا الموضوع تسكر خلينا ما بقى نفتحه مرة تانية. الله يخليكم، أساساً أنا أكلت العقاب اللي بستحقه، وبترجاك تركني روح، وبوعدك إني ما رح خليك تسمع صوتي بعد اليوم. على كل حال أنا من بكرة بخلص شغلي معي، تمام؟ ها؟ وكل همي هلأ أني أعرف قتل فرحات، مو أي شيء تاني. تليفونك. أهلين حبيبتي، برجع بحكيكي، أنا مشغول شوي هلأ. إيه لا، أنا ماني حبيبتك. آه، مهند؟ بترجاك لا تجيب له سيرة، الله يخليك. ليش ما عم بترد على تليفونك؟ رنيت لك كتير. بصراحة أنا كنت مشغول، شفت مكالمتك بس ما فضيت أرجع حكيك، حقك علي. إيه عرفت، أنت بإزمير. في شي؟ صحيح، بدي أسألك، نعمت إجت لعندك؟ يعني وينك أنت؟ لا أنا هلأ صرت هون باسطنبول. آه، أنت باسطنبول؟ إيه، مشان مؤيد محتاجه شوي، هو اللي جابني على اسطنبول. وأنا كمان عندي شغل مع مؤيد، لهالسبب أنا بإزمير. مؤيد هلأ جنبك؟ إيه. شو هالشغل اللي بيناتكن؟ على كلن أنا بكرة راجع، بس أجي بحكي لك. بترجاك لا تجيب له سيرة الموضوع أبدا. شرم، شو اللعبة اللي عم تنلعب؟ لك ما في لا لعبة ولا شيء، بس الحكاية طويلة ما بقدر أحكي لك إياها على التليفون. شوف شرف، بتمنى أنك ما تخبي عني شيء. أعطيني هالواط اللي جنبك، أعطيني إياه لهذا التافه الحيوان بسرعة، أنا بعرف إنه موجود جنبك. لا مؤيد ماله هون، بقصد إنه هلا طلع. هاتوا أعطيني إياه شوي. طيب طيب خلص مهند، بكره وقت اجي بنبقى بنحكي، انت روق لي حالك واهدى شوي هلا. انا بكره رح اجيب مؤيد معي وبتحكوا، ماشي؟ يلا. بدر ما اشتكى علي. امشي معلم. كثير خفت، ما عم صدق اني خلصت. انا وعدتك اني رح خلصك، شو نسيتي؟ شكرا مؤيد، عن جد شكرا كثير. لوين رايحين؟ اول شيء خلينا نظبط لك مكان تعدي فيه. شو هاد؟ مخي ما عم يستوعب. لك شو هالشغل وشو هالعداله هي؟ لك الزلمه عم يسرح ويمرح وما عم نثبت عليه شيء ابدا. لك في صور إله وهو عم يرتكب الجريمة وفي حدا شافه، وطبعاً لأنه ما حدا استرجع يفتح تمه الزلمة أخذ وش.